من إذا أعطاه الله رزقا طيبا يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا ابتلي، والابتلاء كل معرض للابتلاء، ليتبين بذلك الصابر المخلص لله عز وجل الثابت على دينه ممن هو دون ذلك، وإنما طمعه دنيوي، فإذا ابتلي في دينه لم يصبر على الابتلاء، وإذا أذنب حصل منه ذنب، وقليل من يسلم من الذنوب. فإنه ولكن المسلم يبادر بالاستغفار، والله جل وعلا غفور رحيم، يغفر لمن طلب منه المغفرة وتوجه إليه بالدعاء بطلب المغفرة، فإن الله قريب مجيب، يغفر له.